اليوم تم افتتاح مهرجان ليوي الرطب في دورته 13. المهرجان اللي يحظى برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. المهرجان هذا مختص في النخيل وفي مزاين الرطب. المهرجان ليوي الرطب يحظى بمتابعة من سيدي سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم في منطقة الضفرة. مهرجان يعد الأكبر على مستوى دولة في جانب المزاينة، بالإضافة إلى مسابقات الرطاب والمسابقات الأخرى. اليوم بدينا في أول مسابقة وهي مسابقة الدباس ومسابقة أكبر عدج. استلمنا أكثر من 700 كيلو من الرطب المختص في مسابقة الدباس، بالإضافة إلى أكثر من 2000 كيلو من الرطب في مسابقة أكبر عدج. اليوم إن شاء الله غدا راح يعلن نتائج الفائزين. حسب معلومات وصلتني اليوم ان عندنا وصل وزن اكبر عدج الى 106 كيلو، يعتبر وزن كبير. اتمنى توفيق المشاركين. تهدف لجنه اداره المهرجانات والبرامج الثقافيه والتراثيه في تنظيم مهرجان ليوي الرطب الى الحفاظ على التراث الاماراتي الموروث الشعبي وتشجيع على ممارسه هذا التراث وتعزيز الهويه الوطنيه من خلاله. طبعا من خلال هذه المسابقات التي تطلق في كل دورة وتحسين من المعايير تعزز المنافسة ما بين المشاركين من أصحاب المزارع وكذلك المحافظين على التراث بشتى أنواعه. افتتاح النسخة 13 من مهرجان ليوي الرطب الذي يبرز الثقافة الإماراتية وقيم الأصالة من منطقة الظفرة، مشعل بلوشي لبوابة العين الأخبارية أبوظبي.